سلام البنات، لاباس عليكم؟ كيف بقيتو؟ مزيان، يا رب تكونوا في تمام الصحه والعافيه. اليوم جبت لكم خليع الفاسي التقليدي بيدين ماما الله يحفظها ليا. بقاو معايا باش تشوفوا المراحل ديالو. كناخذوا هكا الطريفه ديال اللحم، كنقطعوهم هكا بشكل طولي كما هو موضح في الصوره، كتحاولوا تخليوهم هكا متماسكين مع بعضياتهم ويكونوا رقاقين. باش هكا كتدخل فيهم ديك التتبيله وكيجيو ساهلين، باش ملي كتبغيو تنشروهم كيجيو زوينين كما كتشوفوا هكا. كناخذوا الشحمه ديال الكلاوي، كنقطعوها كرقيقه، كما هو موضح. كناخذوا هنا الثومه، يعني الثومه بقشورها، شويه القزبر يابس والملحه والكمون، هذه هي التتبيله اللي كتدخل في القديد ديالنا. كناخذ هنا الطحانه ديالي، كندير فيها ديك الثومه، الملحه، الملحه من 4 المعالق كبار حتى ل5. كنطحن ديك الثومه والملحه مزيان، حتى كتليس لينا. صافي، كنحطو داك اللحم ديالنا وكنزيدو عليه داك التومة والملحة، كنزيدو عليه الكمون، وكنزيدو عليه القزبر يابس والقليل من زيت المائدة، واحد نص كاس هكايا. كنزيدو داك نص كاس غير باش ملي كندخلو التوابل في اللحم كيشد فيه، وفي نفس الوقت يعني كيخلي كيحميه من اي حشرات او اي حاجه كتنشريه، ما كتجيلو حتى شي حاجه. وعلى ضمانتي البنات والله العظيم الا كنعطيكم نصيحه لبالذهب. هكذا كنبقاو نفركو مزيان داك اللحم ديالنا، ديك التويمه والقزبر يابس والملحه والكمون، هكذا مزيان مزيان. كل ما عركتو ودخلتو في ديك التوابل كل ما كان حسن، ويستحسن يعني بات ليله كامله بدوك التوابل، يعني صوبوه في الليل والصباح ديك الساعه تنشروه. كما هو موضح، راه ماما كتدعكو مزيان باش كاع دوك التوابل كياخدو حقهم مع اللحم. صافي، وكنشروه يعني على شي كاف اي بلاصه في شرجام، يعني في بانكو، في سطح، يعني راه هكا خصو تيتكرمل مزيان البنات. هذا هو السر ديالو، يعني تيبقى كيسمع الصوت عاد ديك الساعه تقدروا تقولوا راه صافي ولا بخي باش نطيبوه. ها هو دابا انا نشرتو، وهنا ها هو كيما يبس ليا كيما كتشوفوا، حتى يبس مزيان البنات. كنأكد وكنكرر حتى كيبس مزيان، عاد كتقطعوا. هاد المرحله هذه هي اللي كتساعدوا باش يبقى مده طويله اكثر من سنه. صافي، كناخذوا انا هكا كنبقاو نقطعوا طريفه هكا كبيبرين شويه، ماشي صغيورين وماشي كبارين بزاف، متوسطين كما كتشوفوا. راه كيصلح البنات لهاد البرد، هذا راه غزال، يعني مقله البيض مع مقله الخليع مع جوج بيضات راه كتفطرك، ولا درتيه الغدا كيصلح، درتيه العشاء كيصلح، يعني وجبه كامله متكامله كتجي غزاله. مشهورين بها فاس، ما كاينش اللي ما كيدوقش القليع الفاسي وكيحمقش عليه.
هانتوما كتشوفوا هكا طريفات يعني متوسطين الحجم، باش يساعدنا حتى في الطياب ما ياخدش الوقت. هنا كنكمل هذوك الخليعات ديالي او القديد، حتى نكمل كميه كامله. ولو وصلتوا البنات معايا حتى لهنايا، ما تنساوش لايك الفيديو واشتراك القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم مني دائما كل ما هو جديد. وما تنساونيش من تعليقاتكم ومن تشجيعاتكم اللي كتحفزني دائما باش نتقدم اكثر واكثر. ومرحبا بكم في عالم حنان. انا البنات بغيت نقطع معكم حتى شي مرحله باش تشوفوا الطريقه الاصليه، يعني اللي كتجي شحال نقول لكم اكثر من رائعه، ويمكن لكم تحتفظوا به من غير الثلاجه وكيبقى اكثر من سنه، صالح للاكل صالح للاستهلاك في اي وقت بغيتو حبيتو، كتجبدوه كطيبوه كتاكلوا. انا بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله كما كتشوفوا في الصوره، يعني الصوره كتكلم على نفسها، راه شي حاجه من الطوب طوب طوب كتجي خطير، خصوصا من يد ماما الله يحفظها ليا. اي حاجه صوبتها كتجي كتحمق. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين يا ربي. من بعد هذه المرحله كنديرو تحت الماء وكنغسلو باش كنخفف هذيك الملوحه اللي كتكون في الخليع ديالنا، وما كتزيدو في طيابو لا ملحه لا والو، عندك الملحه اللي كيتشرمل بها هي الملحه اللي كتفيها حتى لاخر مرحله. كنغسلوه كمزيان مزيان تحت الماء، غير مضروبين معادي خليو الماء عليه يعني حتى يوصل لفوق تيتغسل مزيان. كناخذ انا هكا البرمه ديالي كنزيد عليه داك الشحمه الكلوه الكلاوي اللي كانت عندي اللي قطعتها رقيقه معاكم، كنزيد هكا داك الخليع اللي غسلته بالماء، هاد البنت هاد الوصفه البنات راه عندي من العيد الكبير، يعني عاد دابا كتاب تنزل قلت علاش لا ما ننزلهاش ونستافدو كاملين، خصوصا ان البرد وهاد البرد هذا ما يصلح له غير هاد الخليع هذا الصراحه. صافي كان بعد ما حطيت الخليع ديالي والشحمه ديال الكليوات كنزيد عليه واحد كاس كبير ديال الزيت البلديه او زيت العود، كنزيد عليه واحد الليتر تقريبا ديال زيت المائده العاديه، وكنزيد عليه واحد اللتر ونصف ديال الماء، ماء عادي
صافي وكنشد عليه وكنردو يطيب. هو البنات راه بدا يطيب ليا، يعني ملي كيبدا يدخل الطياب كيولي بحال هكا، بحال اللون ديالو ابيض بحال البن كما كتشوفوا، موضح ما تيكونش باين. انا درته هنا على الفخر البنات، شوفوا هو بدا كيطيب ليا، انا تقريبا راه طاب لي حتى كيولي داك السائل، يعني كيبين الحمال اللي لتحت باش كتعرفيه طاب كما كتشوف في الصوره، هنا راه طاب ليا البنات ولا تبارك الله كيذوب في الفم. مع ديك ليدام ديالو عطي رائع مجهدكم فيه. وهو بعد ما برد انتما كتشوفوا كتبقى يبقى واقف على زيتو. صافي كناخدو هكا كنقيسو هكا كنشوف واش طايب ولا لا. تبارك الله ما شاء الله جا هابط اللحم هابط، يعني ما نعاود لكمش عليه. صافي من بعد ما برد ليا مزيان مزيان حتى كيبرد، كناخد واحد الجبانيه او اي حاجه محكمه الاغلاق، كنكب السائل ديالي هكا كنحاول نهز ديك الحمايه الاولى وكنحطها يعني في الجبانيه كما هو كما كتشوفوا، وعاد كنزيد عليه هذاك الليدان كنغطيها به. هذا هو سر الاحتفاظ به لمده طويله، راه كيجي بنين وغزال كما كتشوفوا. وكنتمنى البنات تعجبكم الوصفه وتطبقوها، راه كتجي غزاله وكتحمق. ونشوفكم ان شاء الله في وصفه اخرى. دمتم بخير والى اللقاء في فرصه ثانيه.